مرحبا أصدقائي متابعين قناة شطرنج العرب، كيف الحال؟ إن شاء الله الجميع بخير. معاكم فراميس ومعانا جيم صراحة من اختيار الجميع. أنا بعمل جيمات أو فيديوهات نهاية الفيديو أو نهاية الجيمز اللي هي الجرين جيمز، بسموها الجيمات الخضراء، وبحطها على التيك توك تاعي. طبعا تقريبا معظم الجيمات جايبة مشاهدات بين 4000 2000 1700 800 مشاهدة بالحدود هاي، إلا هذا الجيم. هذا الجيم تعدى 100000 مشاهدة، تخيل. فمش عارف ليش، مع أنه صراحة بالنسبة إلي يعني أنا شايف يعني وأعوذ بالله من كلمة أنا فوق تقريبا 2500 جيم من الجيمات الأسطورية يعني، وفي كثير جيمات على التيك توك أحلى بكثير من هذا الجيم، بس ليش هذا الجيم جاب 100000 مشاهدة؟ أنا صراحة مش عارف. هو جيم جميل جدا، فخلينا نتابعه من البداية. أرنولد دينكر بطل أمريكا لسنة 1944 وفقدها في 46، بلعب ضد بطل البيرو غونزاليس، وهنا دينكر بلش بنقلة الإي 4 إي 5 دي 4 بون تيكس بون بون على SC3 بون تيكس بون بيشوب على SC4 دانش جامبت، والأسود بيلعب كوبنهاجن فريشن. طبعا الثنتين دنماركيات، فخلينا نشوف ايش بده يصير بالجيم. بون تيكس بون بيشوب تيكس بون، وهنا بيشوب على LB4 تشيك. بالعادة انت هنا بتغطي بالنايت، ولأول مرة كانت تلعب كينج على F1 في سنة 1948 من قبل دينكر في هذا الجيم. فهاي كانت أول مرة بلعبوا فيها الكينج على F1، وسموها نقلة دينكر للدانش جامبت. نايت على F6 طالبين البون، بون على E5، نايت على G8. طبعا يقول الأسطورة كاسباروف في كتابه In Games Competition أنه المفروض يجي بالنايت على E4، وإذا لعبت كوين على الـ E2 أنت بتروح بالنايت على SC5، عندك قطعتين طلعات، وبتطلع النايت على SC6، وبعدين البيشوب لازم يطلع، ووضع الأسود أفضل. شكرا لكاسباروف. رجع بالنايت على الG8، وهنا كوين على الG4 طالبين البون اللي على خانة الG7، وبعدين مهددين تشيك ميت على الF7. عشان يحل كل هاي الكوارث رجع بالبيشوب على F8، كوين على F3 برضو مهددين تشيك ميت، نايت على H6 حمينا للتشيك ميت، وهنا نايت على C3. طبعا بالدنش جامبت انت لازم تهاجم كأبيض بسرعة شديدة، لأنه إذا الأسود لحق يطلع قطعه هتخسر انت الجيم، أو ممكن يكون فرصة تعادلك يعني ضئيلة. بيشوب على الE7، نايت على الD5، تبييت من الأسود، وهي كانت نقلة جميلة جدا إنه لحق يبيت. وهنا نايت على الF6 تشيك، وزي ما حكينا أنت كأبيض لازم تلحق تكون هجوم أسطوري. طبعا هنا نايت على الF6 نقلة رهيبة جدا. إذا أنت بتاكل هون بون تيكس طاردين البيشوب، بيشوب افضل مربع له على D6، وهون كوين على H5 طالب الحصان، زائد انه انا طالب الميت على مربع G7 بعد ما اخذ الحصان. فعشان هو يتجنب كل الكوارث هاي راح لعب كينج على H8، نايت على H3 لازم أجيب مهاجم ثاني على الجيم. بون سوري بيشوب تيكس نايت على F6. طبعا هاي نقلة كارثية. هسا كاسباروف بقول لك المفروض انه هنا انت شو تلعب؟ D6 نايت على H5 بون تيكس بون بيشوب تيكس بون بون على F6، يعني وضع الأبيض أفضل، بت as a black يعني you still fighting، انت بعدك بجو الجيم. نشكر كاسباروف على تدخله بالجيم اكثر من مره، ونرجع لجيمنا. هون بيشوب تيكس نايت على F6 بون تيكس بيشوب بون على G6، بدي اخلي العمود مسكر، اكيد انا ما راح اكسر وافتح له البون، زائد انه في عندك بيشوب ضاغط على الملك. فهون صاحبنا دينكر راح لعب
كوين على الاف 4 طالب النايت وبعد النايت طالب التشيك ميت. نايت على الاف 5 حما خانت الاتش 6. نايت على الجي 5. نايت على الدي 6. طبعا بدنا نخلص من هذا البيشوب، زائد انه الاسود بقول لك اوكي يعني انا ممكن ما افوزش بالمباراة بس التعادل بايدي، الاسود لازم يبلش طلع قطع. هون الابيض كمان وضعه مش كثير جيد، وضعه معقد، ولكن دينكر وهو مشهور بخلق نقلات من الميدل جيم تؤدي الى الاند جيم، بطل امريكا طبعا، طلع بنقلة جهنمية. اذا انت بتحب وقف الفيديو او حاول تلاقي هاي النقلة، واذا عجزت خليك معانا. النقلة كانت unexpected night sacrifice، تضحية حصان غير متوقعة. نايت تيكس بون على الاف 7 تشيك. طبعا انت هنا بتاخذ بالقلعة ولا بتاخذ بالنايت؟ اكيد حتاخذ بالنايت زي ما حصل بالجيم، والسبب انه انت بدك تظلك حامي خانة الاتش 6، لانه في عندك بون وفي عندنا الكوين بدي يجي هنا يؤدي الى تشيك ميت، فاكيد حتاخذ بالحصان. طيب انا هسا كابيض ايش عندي نقلات؟ اخذ الحصان روك تيكس ما استفدناش، وبعدين هتاخذ البون بالوزير وتعكسر والاسود حيفوز، فلازم هون يكون في نقله تدمر موقف الاسود. هون فعلا وقف الفيديو وحاول تطلع بهاي النقله الجهنميه اللي سجلت في تاريخ الشطرنج، اعتقد انها 1167 او 1067 بيرليانت موف، اللي هي يعني افضل نقلة في تاريخ الشطرنج، الرقم 1067 او رقم 1167. حاول تلاقي هاي النقلة. اذا عجزت بحب اقول لك انه النقلة كانت كوين على الـ H6 مهدد كوين على الـ G7 checkmate، تضحية وزير عن جد غير متوقعة. طبعا هون انصدم بطل بيرو، بطل يجمع، وراح أخذ الكوين، وبعد ما أخذ الكوين سلم الجيم لأنه ما ظل عنده أي شيء يلعبه. بون على الاف 7 ديسكفر دي تشيك، وهون ما عندك تغطي إلا بالوزير. بيشوب تيكس كوين على الاف 6 تشيك ميت، ولا أروع من هيك نهاية. وهذا الجيم اللي حصد 100,000 مشاهد على التيك توك. بتمنى من محبين الشطرنج يشتركوا بالتيك توك، راح أحط لكم الرابط أو التيك توك تاعي على هاي، وتفوت تشوف جميع نهايات الجيمات الجميلة الأسطورية العالمية في التيك توك. يعطيكم العافية وسلامات.